دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، والمباريات اللي هتتلعب في الجولة 17 من الدوري المصري في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ملتقى الهناجر الثقافي اللي بيأتي هذا الشهر تحت عنوان رمضان ومحبة الأوطان في 8:30 مساء بمركز الهناجر للفنون. بيتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية بتقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني اللي بيجدوا بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية. النهاردة هيعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا. بتنطلق المباراة غدا الجمعة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بحضور 30,000 مشجع. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة. هيلتقي أمبي مع فاركو الساعة 10 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي كل من البنك مع الداخلية والمصري مع الاتحاد السكندري. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي ليفربول مع شيفيلد يونايتد الساعة 8:30، 9:15 هيلتقي مانشستر يونايتد مع تشيلسي.